الله يرحم ابني الشهيد عداي الأكرم اللي في الدنيا ويرضى عليه قبل الآخرة، اللي اجيت عهون وخلاني بتشكر مين ساهم في وصولي لهون ومين اللي خلاني، وبتشكر على الضيافة اللي انتوا استقبلتوني فيها. شكرا لكم. طب انت اول مره تحضرين؟ انا اول مره. اي نعم اول مره. شفت الكعبه المشرفه كيف كانت؟ شفتها الامانه الحمد لله رب العالمين، اشي الامانه روعه. دعيتي لابنك؟ الحمد لله. والله دعيت له ودعيت ل لجميع امه محمد يكرمهم اياها زي ما ربنا اكرمني اياها. طب ايش حاب تقولي للملك سلمان؟ بتشكره الامانه ويجبر خاطره زي ما جبر خاطرنا الحمد لله رب العالمين، وشكرا على الضيافه وعلى استقباله وعلى الواجب اللي ادونا اياه.